السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ شتا تعاودوا؟ كي داير مع الامهات؟ ناس طيبين؟ انا شويه عندي دارني هاد الشيء، شتيوها حالتي حاله. وتنشوف غله الكومنتارات، ما نطولش في الفيديو. كاين شي ناس الله يهديهم، بحال واحد كتب لي كومونتير تيضر في الخاطر، وبغاوني نخرج من الستاره ديالي. انا ماشي من دوك النوع تيخرج على الستاره، وبغيت نوصل واحد المقال لهاد الناس السيئين، نقول لهم حسبي الله نعم الوكيل فيهم وانا غادي لهداك المقام. شنقول تاني حاجة بغيت نوصلها عاوتاني، بحال واحد كتب لي وقال لي واش غادي تمشي دير، شنقول لكم باش نقول لكم كملوا دماغكم بلا ما نكملكم، واش غادي لهاديك البلاد باش دير شي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مي وصلنا لهاد الغل وهاد الكلمة السيئة تضر في الخاطر، تشوف بنادم الحسد والبغض والكره. حشومة 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 حشومة. انا غادي هذاك المقام كان بغيت هذاك الشيء، كان بقيت بلادي، مي ربي كتب لي هذاك المقام توبة خالصة من عند سيدي ربي. راه ماشي كتب لي هذاك المقام باش هذا غادي ندير المراسم ديالي نمشي طاهر. وبغيت نوصل الناس طيبين، عافاكم سمحوا لي، بغيت نوصل الناس سيئين، الله يجازيكم بخير. ما بغيتكمش تاخذوا نوبي، ما بغيتش ندعي في شي حد في هذاك المقام، ما بغيتش نكتب شي كومونتير لهذوك الناس السيئين والناس السلبيين، بحال اللي كاتب لي هذاك بلا ما نكمل. واحد الكلمه قالها حشومه تقولها في الفيديو، حشومه باش نقدر نقول هذه الكلمه هذه في وسط هذا الفيديو. والله حشومة، أنا حشمت، أنا في عواطك ولد الناس حشمت باش نقولها الناس، حيت أنا غادي هذاك المقام ما بغيش قناتي تبقى محترمة، غادا في الريتم ديال الاحترام ديال الله والنبي رسول الله، ماشي غادا في العهر والمسخ وهاد الشي هذا، حيت أنا ما مربيش في هاد الشي. وما عجبكش قناتي ولد الناس ما تدخلش عندي، تنقول لك من هاد المنبر، ما عجبكش قناتي ما تدخلش عند الناس باش ما نضرش شي ناس ولا نعاديهم. واش نقول لكم؟ كون معايا فيديو حتى الاخر، يلا سبتوني ان شاء الله قديت واحد الطواجين. ها هو هذا خوتي تنشاركوا معاكم، خليكم معايا ان شاء الله قدره سيدي ربي، خليكم ما تزعبوش. كمل معايا فيديو حتى الاخر ان شاء الله بقدره الله، والله يهدي ما خلق وحسبي الله نعم الوكيل في كل واحد تيضر الناس. هادشي اللي نقدر نقول، تحياتي لكم، خليكم معايا ما تزابيش، كل معايا فيديو حتى الاخر ان شاء الله بالقدره الله. اقلى قناه الامهات الغاليه والناس الطيبين، والله يهدي مع دوك الناس، ما بغاش الله يهديهم، دابا ربي ياخذ فيهم الحق. هادشي اللي نقدر نقول لهم، خليكم الناس الطيبين. درت واحد الطواجين، ها هو هذا بالخضره، ها هو حباباتي شتيوه، درت واحد مولاي الطواجين وبغيت نشاركو معاكم ان شاء الله بالقدره سيدي ربي. ها هو هذا، تحياتي لكم، شتيوه درتو بخضيرة وبطيطة وبصيلة. إيوا بغيت نشاركو معاكم، ها هو هدا حباباتي، قزبور معدنوس كنجبير، إيوا ها هو هدا. تحياتي لأغلى قناة الأمهات الطيبة، هاتي بغيت نحيد هادشي. إيوا خليكم متزعفوش، كمل معايا فيديو حتى لخر. إيوا كيما قلتلكم راه جمعت الفاليزات ديالي، ها هما واجدين شتيهم أخوتي، جمعت الفويزات ديالي، كلشي قديتو كلشي تولتو. هو الحمد لله، والله وصلنا في النجا ودينا في النجا، هادشي اللي نقدر نقولو. وصلوا على سيدنا محمد، صلوا على حبيب الله. وهادوك الناس حسبي الله نعم الوكيل فيهم، اللي تيضروا الناس وتيبغوا يخرجوا مع الستاره ديالهم. انا ما عمركم عتسناو نخرج على الستاره ديال بحال هادوك الناس التافهين في القنوات. هادشي اللي نقدر نقول لكم، وتحياتي ليكم، واستودعتكم للواحد الاحد، اللهم صل على رسول الله. خليوا اللايكات ديالكم، كومونتار ديالكم، احلى قناه امهات قلوب طيبه. شكرا ليكم.